أحد العلماء جئنا بمجموعة من العمال في بيتنا، كان عندنا بناء. عندما كان يصير وقت أذان الظهر أو وقت الغروب، عندما كانوا يريدون أن يعودوا إلى بيوتهم، كانت هنالك كومة من الإسمنت أو ما أشبه ذلك. كنت أشوف أن هؤلاء العمال يأتون عند هذه الكومة، يقفون عندها قليلا ثم يذهبون. استلفتني هذا الشيء، شنو معنى هذا العمل؟ فسألتهم أنه ليش تعملون هذا العمل؟ قالوا لأنه أستاذنا، كان عندهم أستاذ مشرف على أعمالهم، قال لنا أنتم عندما تعملون ذرات من هذا الإسمنت أو من هذا الجص يدخل في ملابسكم، عندما تشمرون عن ثيابكم، هذا مو ملككم، هذا ملك صاحب البيت. أنتم تحاسبون على هذه الذرات عند الله يوم القيامة. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، الخردل حباب صغيرة لنبات معين معروف، كلش صغير، إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. هذه الذرات أنتم محاسبين عليها أمام الله، لازم ترثون عند تلك الكومة، تنفذون هذه الذرات ثم تذهبون إلى بيوتكم. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال يا رسول الله علمني مما علمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله اذهب مع فلان الرجل الفلاني، قال له علمه القرآن. فعلمه سورة الزلزلة، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، إلى أن وصل إلى هذه الآية، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فقال حسبي كافي، هذا هو. فنقل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وآله أن الرجل قال حسبي، قال انصرف الرجل وهو فقيه، يعني هذا فهم الدين. الدين يعني هذا، الدين يعني من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.